إلا قد يردق على السينتا قفك إسلام نما إكم وقت قول كيس يفعل كيس ووضل الوية قانو كوا بدعادة أهل كوا يلوم التانك أنا إصام مرتي قاربا إلى صاحب إلو يقول كافي باطح قال باطح وايو ما أنت تضفر بضم با يابن والله يابن إسقرحنت إيا قرحنت كدع عيسى بلك إسلام إما ساتشد دي قشي مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام أيام مدقوم كاكمدي هؤلاء القوم نبي عليه الصلاة والسلام وكور رمي ويسكو قرحي واهن وضد مسلمين حكومة صيرفوا غير هذا وقالوا ومرتدين أما هي بالواق قال أما هو مرتد قال يسنتي صوحة كذا ويسيروا الشيخ لبارم لبدا الرمود وطود معاني باي قدان دعي أرنت نوع سوى تكنت ولا ليال أهمية هي قيمها يدرت كذا سرعة إلا دهاي إلا قد يقول قال يسين تا حق در هذا يبين الشرعي عن كل سنين وحنا يرى هذين أهل العلم قا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حفديه يا ما أخرستي معناه إذا رود على دعاي شر حيدا نفهمي نبي قال محمد عليه الصلاة والسلام بدعاءات بوغهض أهل البدع على نبي عليه الصلاة والسلام أدبوا وقدقين لكن قول هذا النبي أنه سيدة أقبضا وقدقين سيدة أدوكال عدنا أنه وقدقين أهل البدع كم دا وقول هذا اللي يراه هذا الخوارج وهي كم دا علامات كودة أم وقشضة بدا تكفير المسلمين بغير حق إن المسلمين تكوك عليه سيان حق دروا كدب نبي قودة حلاشدان نبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم وحوكا لصفات كودة يتلما مهودة ولبآد ياد وقوع العلي إمام أحمد وأي مدى حديثك كم مضى أي وحا ويري الخوارج قوم سوء خوارج تواد ضد ياد حن لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم للك الدشي سكوما أوغي قوم خوارج تكشر بضن يعني مسلمين تكجشر يدبا طبضا سيدو عدي الشيخ الإسلام رحمه الله حتى يهود إيا النصارى ويكجشر بديهين ضدك مسلمين طبعا وحي كل عبادي سنة يعني إلهي وقود دوانا يعني إنا ضدك مسلمين طبعا يعني قورتك القرآن قورعان ودي قود عدادي يعني قف مسلمه إياك خلاف سن الدوية الدوشية دا إنو تشوغر موغلا وحلقا يابارين طبعا يهود يا كريستان كوين أقول هذا لكن يا ما أقوله قال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث فيهم عن النبي ومن عشرة وجوه إلا تبان حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كسوار أوري والنبي وكجاه الله خوارجته واحد مودا إمام كلا هذا مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري إنه كفى إذا استي عبارة يوردا إمام أحمد وانا دعي كرتين انا ارق لكن علمي الهي سيدي سوسيو كلا انو ياهي كتاب كيسا صحيحة طبنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام خوارجته وكاقهد لو كل ليعيو كاقد ديجي صفات كودنا وكتل مامي طبنك بصحيحي سو كسو اروري امام مسلم رحمه الله تعالى احاديثها سوى حكم دا حديث كون النبي عليه الصلاة والسلام كوري مركو كور رمي خوارجته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وحاصلوا إن مسلمين تلايان وهي كتغان قال هذا ودعي كرتا خوارجتي ورلفتو دان وهي كتغان عدي مركا قار كود قال إن اللايان لكن محاصلوا إن مسلمين تلايان قال هذا إن كتغان
أرنت نوع عاصي نوع ميد موقت هل تصالان إذن سينية نين كم ميدا كوا تكفيريين تأه أيان كلا كل ما قال هذا هرجيسة سؤال فرب الله ما نين كويدي سؤال واحد كم ميدا ها قل هذا الله يراه هذا القاعدة أداتي هنا التكفير والهجرة قل هذا الله يراه هذا محاد سكو خلاف سنتين أرتا واحد ويدي أدتك عدة يسقون دوين وجماعات كقار كود بو إيش هاجي جماعة الاتحاد كلا يراه وكم ميدا بركون يسقون دونه يا القاعدة إيه ويا محاد سكو خلاف سنتين ولعن سكو خلاف صنع هاي يجو أفغانستان شو جو قالد يدح شو جو هذا قالد شو جو هير أفغانستان أيا أنت يا عين بيت تجين بوري مريكانك وهالك أود قال تجين دولار الله أنت عليك محاكو كلفي هذي دون يان قال إني لا يان كور يدح شو جام بوا قال إيه هذي أود وهاي مية كبلابان هذان أود هاي ندم يسكت دايان حلقي مكي جهاب الجوشرا وقت يلا جهاد لها ولله مجارينه وحر النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية إسلام كايه كدح كديا حقا أنت كجلام بحقا وجبح يعني سيد الله بكوجارد اللجوء جرا أنت حقا كجلاح كلا وجبح علماء قارقود وحيد ليشان سب بخاري وكلاء خوارج تير الجاليين لكن علماء وحيد بدنيين ما دام أي وح أولنا يعني وتعكت إسلام دين بعد كوش غير سان وأدلة دليشان سان وأثر إيه الراد بعض راعي سان إن أنا قال أهين حديث كنا معني سو وياي إنه تلمام يأون في قلة أن تود أو لم يدي هي قرؤون القرآن ولا يجاوز حناجره قرآن كي آخرين يان قرآن كنا عناه وضاف في ماي عناه وضاف في ماي معني دوام حي لا يفقهونه قرآن كوي آخرين يان معني سنفهم ما يان تاسنا واتكنت آياتي قرآن كها قال هذا كهد لايي إلى أدل الشدان ضد مسلمين والسمية الدنبيو عن قال ماهن طلق نينك اللورن تيري سلو مسلم كوري صحيح والبخاري في الأدب المفرد وحن وحانو من جابر بن عبد الله رضي الله عنه مركاسان قرأت عليه كل آية فيها الخلود في النار وحن مقشيان كدو الأخر يبور آية كسته أولوغو الشاقي وارتان نار عدا يكو وارس آيادا يساقم حيود دليشان ايا تدك مسلمين تيزين ايسان ايا اما خبر عبا ايا اما وحد ايا اني نار تقل ايا وليبا يكو واريان ولي قدان كسو بحاين جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل العالم الفقيه وحكويري يا طليق صغر اسمه ضلق يرو أتراك أقرأ مني للقرآن والسنة وحد صارك تأينا دي قطق أن القرآن كي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام وحد الله يبان كدار تيمي الله بضا بعد يقان آيات كاد شيك توردن وانا خريبوري لكن عدا النار تكواري سايدها سي شيكيا مسلمين دم بيا كل ما تيان قال لما هن ماها وقال ده مسلمين تنبي عليه الصلاة والسلام كهد الله يوشيكي أن قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها قوم إنا النار تقلي دونان كدي من النار تلقى صوصاري دور مركي دنبية دي آي قلان لقاقة شارو مركي تسمحي دليلي على مدو طاي آي دي الخلود في النار كور رميي آي دي التكفير كور رميي لما أنت تدشو كوضايا الخارجي المكفر لكن لا يفهم معناها معنى يدى فهم مايو ابن عباس واكي شاقي إذا آي دو قالة كهد لايا أي دليل شدين أو مسلمين تدوش أي كسارين تترى حكم كأي قالد الله هايين أي ضد مسلمين وان قالا هاين أي سيين نبي عليه الصلاة والسلام لين أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد قوم كنوع عاسا هدان قالوا غير عاد سدوا إلهي ولا يوها لا قبل الله يندورا هم شر الخلق أو من أشر الخلق خلق يكو أو شر كبدن بيكمدين وفي الرواية من أبغض خلق الله إليه خلق إلهي سبحانه وتعالى كوه ونعب يهي بكمدين سفاد يتلمام إليهين وخوارج تعصر كستان نول هذه تشارال الله أركو أي نبي عليه الصلاة والسلام شيء سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان
سفهاء الأحلام آخر زمان كوحة صبيح الدونة ضد دائرة عقل الرزين ماله وعلى الأقل ميرا يكوية شان الرماها يقوكا ديان وحكوب صدا وسفهاء الأحلام ما هدد قرات قد الشيء هي عقل بورا يقولون من خير قول البرية خلق هذا لا يكون هذا لأن كون أكسن بيكون هذا يعني القرآن كيف آخرنا يعني وحيكون هذا يعني هذا الوان أكسن وحي موتين يعني حماسة يقبان دين تيلاه يا حمانة كحميهين وإدي بسنة يعني خلافك إلهي دين تيسال خلافة وانا تاي كود دقيان داد فربادان اي كل قوين يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم القرآن كآخرنا يعني لكن عناها وما دافة بمعنى ما فهم يعني وحي كلول يدي وح أجرك مهل يعني نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حري فإذا لقيتمهم فاقتلوهم كواد الله كلانتان لايا فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة قفك لايا لينتو ذا أجر بوكهريا كل أحكام قارا إيا إلا ذا هاي وحن نقو حديث كوسو أروري نيئون إنا نموتشنا نبي عليه الصلاة والسلام قوم كعام بحي قاليسين تا مسلمين تحق درادا يكو قاليسين أيان سيدا آدقى نبي قدقي ما أنت كوة جوغة عسري جينن صفات كنوع عاسوي ليهن وخوارج تسيو دباء ما ها قوم انت مرصوب بحين يدوية صومرين دبر قواي تاسنا دعم اسم نبي جينو عليه أفضل الصلاة والتسليم وحوري كلما خرج قرن قطع لباتن تيربو كلمة داكو علي مركز طو جيس اي لصوب بحانو ماذا حكوري اتاقان والله شرية الخوارج لا تقوم لهم دولة مركز طوميل اي قبصدان ومضح الي ركعان وقالوا قويني يا تاريخ ذا ديب الرع الى يومنا هذا الا الدجال وكسر نحبحه ومركز هربا شبهات اي كفت نوبيني شبهات كيسا كوي هوريك كحوق بضا وكفتنا يا مركز ايساق وحوينا الرعان مركز الخوارج لا يزالون يخرجون كمسوليان الى صبحان عسرقين النووي تيران قفكنا خارجي كومان نقونا ايو انو كبيرة دا وحكو قاليسي يقرا اساقوان كبيرة وحكو قاليسينا هاي ايو قفكو خارجي نقون كرا وكا امام احمد شاقر رحمه الله تعالى حاكم مسلمة قفك تلدي سيطا عدي سكبا حي امر ديدا كو سمي الله دا قالما انو خوارج تكمي دي اي مدى كلانا كتب السنة رنتاد بيقو شاقان ولماذا عسرقين ننشوغا وحي شاقين حكامة مسلمين تيم مان تتشوغة عدة كوبة حدا إلي خوارجيهين وحكم إذا عدة سيدة عدة يساء شيخ بن باز رحمه الله تعالى كذلك الشيخ صالح الفوزان كل من خرج على حاكم مسلم فهو خارجي بولي مركي أسامة اللويدي شيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى وحيلي وما زال هذا الحكم موجودا إلى يومنا هذا فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم مركي شيخ من العثيمين لويديي ذاتك الشيخ الألباني وحكى الشيقاي وحيي لشيخ من العثيمين رحمه الله تعالى هؤلاء هم الذين يريدون أن يكفروا الناس بغير حق وكوة دولة يددك حق درين يكون قالي سيان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحين أرنكرنا وعالمك سيدا أقوب بضان أقوب موقشادة بضان عصر قان أولاد دقالامي فكرقا تكفيرقا ولهذا بي أمو تيان أولاد آدي آدو فرب بضان إن آدو الدعاية ديان وإرادان ومرجي إيو إساقاب عقيدة كلامي سينا آدي آدو أقود دالين ويوحو تردها وبحيي مذهب كوداسي باطل كاة قفك مسلم كاين لقالي سيو وحكذا لنا يا راد آدي يا دحن وهاليسا راد كاسوح كم مدى أحكامتا قال لماذا أي لاذا هايوردن إن قف كاسي لغو سعود سيو لغو دريريو مرك الدين تلقى صارو وقف كمرك وراء مسلمة وحدي قيسة إلى ألني إسلام نمدي سيه إيا مال كيس يا عرد قيسة مرك الله قالي سيو وحكوح اكتين لحلالي دي قيسة ولا حلالي مال كيسة ولا حلالية عرض جيس وحاس كيس يلا يراد اسكجت
لو أن مرتدى أدونا قبر مسلم هذا بطاعه وأنا دعائي تاسي إن ركفر بدن دمر كودة كي يعين إن هدي ودنتو قرابة دي سي الله يرادة دحل ميسان أما قف قرابة دي سكمي ده دو دنتي سقل رادة حالة كيقب قلي ماي إن الله لما يرين إن أن لقوتو كان إن أن حبالا مسلمين تلقوا آسين إن أن لو دعينون إلهي سبحانه وتعالى الدم بداف أن لو ويدين وحا صوداً أياك دلانايا وكيرا شيخ الإسلام رحمه الله مرغو كور رمي خوارجتا هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب خوارجت وعدي وهو الرئيسي ضدك مسلمين تاكوك على سيسي دنبيدا يعني دنبيدا عن قال لماذا هين بل بما يرونه هم من الذنوب وحن دنبي با هين عند الله تبارك وتعالى وفي شرعه لكن يقول دنبي أيو أركان أي مسلمين تاكوك على سيسي جهل يقول أوجد إلا ما أنت أيان التاسي تاجنته وحيابه آتك وحقوق على سيان وحكم إذا ما أنت الحكم بغير ما أنزل الله وحيابه الحكم بغير ما أنزل الله بأنس وقلهين أيه وحقوق على سيان وحكلو كم إذا مسائل شيء آتك وعسكبان مسألة موالاة الكفار وحن موالاة الكفار بأنهين سيدي وحلقي يبسوا أما وحلقي يبيوه والنبي قبى عليه الصلاة والسلام قال هذا وكل دق متشري أي وحكو قال يسير مركز صفة وشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله وصفة صادقة دقيقة وصفة نبا وهذا حال دير بل بما يرونه هم من الذنوب وحندم بأين يقول دم بأوركان واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك قال يسير انت نوع عاصم حيكو حلا شريان ضدك مسلمين تا ليقود ما أنت ضد فربضاً بها يابن والله يابن إسقرحينتا إيا قرحينتا كدع عيسى دولك إسلامك إما ساتشده ديقى شيء بل سيدا المقاشين مالينتي بيش الربضان إلهي أكتيسا وينيدا يحرم ماذا بله قدن بيسي أي مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام مد قوم كاكمدي هؤلاء القوم نبي عليه الصلاة والسلام وكور رمي أيو إسكو قرحي وضد مسلمين وموحدين وصومن ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وخدمين هيا ولا يودي قد ودادي مسجد الحرام بانا نقف الدينون وكو اعتكاف صلين معلمتا تذكي صومالي دا هاي قاق دواء قارب بضن باوحي يقول هذا الشيخ وحن وكل السيك ودعي كرتا تذكي الملاوة والله صدر وقايا يو يدو ما انكود يمير كود المقية الملاوة حن صمينيا شيخ ملا والله سحرا وحنكوري وحيدان فاهمين قف كانية إذنكو واحد كوكا للدوانتين إذنكو ضدك واحد وايستان ضد مسلمين ودي قودوا إلى الشيء هاي إساقونا وحوها إستا قال هذا نوع عودران قال هذا نوع عوحي مواكي وقال كمرتدك كافر كأسلقا يا كافر كمرتدك كباح كافر كان دين تبس وقلين يا كمرك يا رب مسلم هاي الدين تكبحي كدم بها يلا بضحن وشريعه ما بقى قلبا كاسي هدان الدين تكوص النقان إنه لا الدنيا دا كتشوبة لكن كقال كي الدين تأنسوا بقلل أما يهودي هان نقضي أما النصراني هان نقضي إساقه وقال إنه نولاده وقاله أقلي ولا يقتل لكفره قال لماذا ساوقدنا اللود لمايو مركان نين كاني إذن كسادو هايستان داد كما ما هايستو وحوو هايستا قال هذا نوع أحل داد مركور مسلمين هان كري وردوبو دين تكبحي أيو ساقو يقانا مساجد كان هذا المسجد كان نبيغ سدوه قد يردينا قال هذا مرتدين تي مسجد كان نبيغ هايستا أيابو تاك تي سلي يسو كحوري مساجد كان نبيغ وحو تربابو سلي إذن كوان لي بنتي روحاد لديهين مساجد كان نبيغ دي كدادي اللهم مستعان سيده سو كلي غاليسينتا وحيابها كدلش وحا كميدا الخروج على حكام المسلمين ومجتمعاتهم بالسلاح ماذا حدي مسلمين تاها ولو معاسود يدل ميغود بها بدناده ماذا حدي مسلمين تاها ولو دل ميغود يا معاسود بها بدناده لكن اصل كي اسلام كا كسغنا اي هيستي إلا لده قال لهم سادة ما انتبادر كيسان انت لقى ليسي كده من المجتمعات كي يبلو شوين كي إسلام كي أتلين يينا للراعي
والله يراد يقول الرالي بيكون يجا يابا الدور طبع رنت عسنا ما هرين اسكمل أوله وحودا كان صام مري لقنا يابا دتك قاركود ولينا هايستان كتاب مجيء صلى الله عليه الجامع في طلب العلم الشريف ملا قاركود بعد ليرت اللوجو آخرين كيري ركبنا السيدن كيري كتاب كوحة قرين مجيء بضان ومربا مجيء على بح مجيء كتاب كوحة قروا عبد القادر عبد العزيز نك سوح كم ديا هاي منظرين التكفير كه قال يسين تحق الردعة كوا ماذا كوا أدلة قصة ما يأيي شبهاتك مر عبد القادر عبد العزيز مر سيد إمام مر فضل سيد فضل ما عيك الدوام بكل شقية المهم ما سروية نكاسي حقيقة سواء قرانا يا جماعة التكفير كم إذا جماعة الإسلامية ومصر دقالك كودي كرتي هذا ملاوي باب بعضهم إذا بكر أيه لا تأيو كم إذا مركي اللي يسوي قبض نوع عررين كاسي يمن بو تجي جماعة ذي وكم إذا أنا دي بو جالسي كفروا تذكر كلام ركود دمي جماعة الإسلامية أيو كو خاتم التكفيرك يد اللفت يد بو جالسي كتاب كيس وحى كو قرآن قف كيس صوشر رحى أنا ما دحوي لأني ما هو صوشر أما برلمان أما الدولة هوسة يقف كوحدارته دمان تود بين الجاليين دولة ده قف كمالون كجالهالك أسر رئيسه إلا هالك أهو سيسه إن دمان تود بجاليين